مرحبا بكم من جديد. الآن سنجيب عن التمرين الثاني، سنعتبر الكوبل إي ولا أي، إي ولا يو، إذن الفصول الفاصلة يمثل هو إي، هنا يو ولا إي يمثل الترتيب أو الأرتو. إذن في هذه الحالة إذن سنكتب، سننشئ الغوبير أورتوغونال المتعامد بالنسبة أورتوغونال ليس ضروري. هنا اي ولا اي وفصول فاصله، هنا يو ولا يو، لان هذه تشتغل في الفيزياء علاقه بين شده التيار والتوتر. ثم ساحتاج لوحده التدريج في كلا المحورين، واحد واحد. الان ساحتاج لتمثيل هذا الحل، هذا المعادلتين. سامثل التمثيل المبني لهذه المعادله وتمثيل المبني لهذه المعادله. اذا بما انهما معادلتين من درجة الأولى تمثيل عبارة عن مستقيمات، سأكتب دون أورتوب فونكسيون دو، سأصبح نضرب بهذا الشكل أو سيسيم بهذا الشكل، نجمع بهذا الشكل، إي يساوي ناقص 3 أي ولا إي زائد 5، ثانية إي يساوي ناقص 2، سأقوم بتحويل الطرف الآخر سيصبح 2 أي زائد 0. الآن بإمكانك أن تنشئ جدول، أنا سأستعمل طريقة الميل لتمثيل، سأستعمل طريقة الميل، هذا المستقيم يقطع محور الإي في 5 الأورتو بعد الأصل هو زائد 5 الأورتو من الأوريجين، 1 2 3 4 5، المستقيم سيمر من هذه النقطة، الأورتو من الأوريجين هو 5، بالنسبة للمستقيم الثاني الأورتو من الأوريجين هو 0، بعد الأصل أو عند المبدأ، المستقيم الأول سيمر من 5، الآن سأحتاج إلى النقطة الثانية، إذا سأحتاج إلى الميل، ناقص 3 هي ناقص 3 على 1، ناقص 3 على 1، إذا سأهبط بثلاث تدريجات، الأولى، الثانية، ثالثة، ثم سأتحرك بتدريج واحدة نحو اليمين إلى هذه النقطة. المستقيم الأول يمر من هذه النقطة، واحد. المستقيم الثاني لغدون الأوجه يعني يمر من الأصل. ثم هنا الميل ولا بونت، إذا سأستعمل 2 على 1، 2 انطلاقا 0، يعني 2 تدريجتين نحو الأعلى، الأولى ثم الثانية، ثم على 1 يعني تدريج نقطة، سيمر من هاتين النقطتين. إذا المستقيمين تمثيل مبني لهذه المعادلة، تمثيل مبني لهذه المعادلة يتقاطعان في 1 2، العدد 2. إذا سنكتب التمثيل، أنت بإمكانك أن تسمي كل مستقيم باسمه، تكتب هنا دي ودلتا، تكتب تستعمل الجملة اللغوية. التمثيل المبياني والبياني للمعادلتين المستقيمين، تمثيل المجاني للمعادلتين يتقاطعان في النقطة 1 يعني I، ثم 2 في U أرتوب لا ترتيب ولا الأردني. إذن ومنه حل هذه الحل هو منه الحل هو الكوبل 1 2 ولا ثنائي 1 2 سوليسيون يساوي 1 2، دائما باعتبار الثنائي اي يو. شكرا لكم على المشاهده.